تستخدم القطار كوسيله للمواصلات. الاولى الناس تبروفيتي فيها، عندها المؤشر في الدراهم. في نفس الوقت كي نديروها هذه المحطه عند محطه النقل مجاوره بمحطه النقل البريه، غادي تكون عندها الاولى نوفروا الامن قد نوفروه تما. هنا واش من امن؟ لاغريسيون، الكلاب الضاله خارج في الخرجه كاع منطقه محزوله. اسكو يتقبل العقل انها تكون هذه محطه تاع قطار؟ انا النداء تاعي هذا نوجهه وبصراحه للمسؤولين المحليين وحتى المسؤولين على مستوى الوطن، مديريه النقل ووزاره النقل والولايه والبلديه والدائره، انكم تتحركوا في القريب العاجل باش توفروا لنا محطه للقطار، وتكون محطه عصريه. وماذا بينا تكون هذا تنوير للراي العام، وتكون عند المحطه البريه اللي راها الفوق وكاين لي سباس وتابع ليش فما نتفارقوش. السلام عليكم.